اكبر مشاكلي في الحياة اني اصحى من النوم ما الاقيش الكافيه بتاعي. انا اكبر مشاكلي في الحياة ان انا اصحى من النوم ما الاقيش التيشيرتات بتاعتي ما بلاقيهاش، اخويا بيلبسها. اكبر مشاكلي في الحياة ان التيشيرت مش كون لاقي على البنطلون. يعني بجد بتتكلم بجد؟ ده مشاكلك الخارقة بتموت بسببها؟ شعرك بقى ليه دعوة ولا التيشيرت بس؟ ولا مودك برضو؟ مود ممكن مش لاقي على التيشيرت صح؟ الناس اللي عايشة في مدينتي اللي تبدأ تقول لي مشاكلي في الحياة التيشيرت مش لاقي على البنطلون، والبنطلون مش لاقي على التيشيرت، والكافيه والعربية اللي أنا هخرج بيها النهاردة مش لاقي على مودي. هي يا عم احنا في البيت كلنا بننام على جملة واحدة، دي مشاكلي في الحياة. أنا مشاكلي في الحياة اللي أنا لما أصحى الصبح ألاقي هدومي كلها مرمية في حتة، بدور على إيه؟ تدور على إزازة الريحة، يعني أرد عليه وأقول له إيه يعني؟ مشاكلكوا في الحياة أهو.